لدينا ما يكفي لتوسيع هذه طبعا هذه الرحلات والاستغلال الأمثل لمقدرات الجزائر السياحية ومقدرات الجزائر في مجال النقل البحري للمسافرين. نحن نحوز حاليا على 3 بواخر جديدة، وهناك بواخر كذلك كانت موجودة سابقا سوف تستعمل الاستعمال الأمثل، خاصة بالنسبة لنقل المسافرين ما بين ضفتي البحر المتوسط، ولما لا الانطلاق نحو وجهات أخرى واستعمالها طبعا في عملية الحج والعمرة، لما لا.